السؤال الثاني، إذا تكرمت لضابط الجمع الحين في وقت المطر، وحديث النبي صلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، يعني إيش الضابط؟ يعني لو جمعنا الحين صلاتين بدون مطر وبدون هل طيب السؤال يقول ما هو ضابط الجمع أثناء المطر؟ ضابط الجمع الحاجة، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي بعض الروايات ولا سفر. قال ابن عباس لما عمد إلى ذلك ولما صنع ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ففهم من هذا أن الصحابة تلقوا هذا الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما جمع ليرفع الحرج فيما إذا دعت الحاجة إلى الجمع، ولهذا الجمع لا يتقيد بالسفر بل هو عند وجود الحاجة سواء كان مسافرا أو كان مقيما. لكن إذا لم يكن حاجة فالإجماع منعقد على أن الجمع من كبائر الذنوب كما قال ذلك ابن عبد البر وغيره من فقهاء من علماء الإسلام. نعم. طيب ما دام الحديث عن الجمع، أخونا أبو عبد الله نعم سأل يقول بالنسبة للمرافق المريض هل يجوز له الجمع أيضا؟ المرافق المريض إذا احتاج إلى الجمع نعم. إذا احتاج إلى الجمع لتأنيس المريض أو للاشتغال به ورعايته فهذا من الأسباب التي تدخل في عموم أراد أن لا يحرج أمته. نعم.